زوز من أبطال مسلسل فلوجة الجزء الثاني نستقبله بحب كبير دنيا الفقي نور الزيتوني. الحمد لله. شنو أحوالكم؟ كيفاش؟ رمضانكم مبروك، صحة شربتكم، عيدكم مبروك بالمسبة، عيدك مبروك، كملنا المسلسل وأخيرا الحمد لله. تعبتوا سنة؟ سنة أكثر من عم ناول تعب؟ دوبل ما نور؟ أنا ما تعبتش عم ناول دونك، أما ليه سنة سنة كانت مزروبة دونك دونك تعبنا شوية. حتى الوقت ايش تصوروا معناتها دخل عليكم رمضان وانتم ما تصوروا جمعة سنقن وتشقوا فطاركم غادي في الـ في الـ مره نروحوا مره نشقوا فطرنا غادي مره نصوروا كان في الليل ونروحوا مع نص نهار هكاك ونرجعوا في الليل دونك كل مره كيفاه نور تصور وتتفرج في روحك لا ولا ما تفرجتش نور اي انا نتفرج الحقيقه صورتوا حاجات تعديت من غدوة؟ لا ده ما برشة حاجات مفعول سحري أكثرية كيكة أكثرية أي مفعول سحري الدنيا كانك استوعبت شوية الدرس بتاع عمناول خاطر عمناول جيت بحذية تعليقات الكل مكيجة برشة مكيجة برشة مكيجة برشة مكيجة برشة زيد اليوم لا لا اليوم قلت كانك استوعبت الدرس كانك قلت له ما لمتوا عليا هاني مني كاميرا هايك الكاميرا بتاعك اخترت مكياج بسيط وي سامبل هكا جلوي شويه وكهو قلقوك عمني ولا هو ما تقلقش معناتها ما برشا تولي تقول عليه معناتها كبرت ودرا شنو ومزدت صغيره على المكياج و هكا خليت بالخاطر شوف راهو الشهره هذيك هي معناتها الفوا وليتوا مشهورين صحيح صحيح وليتوا عرضه لاي واحد باش يدخل في حياتك صحيح في لبستك في مكياجك في كل شيء في كلامك في تصرفاتك صحيح نور من الفندق واحد ما شفناكش اي وفيت بعد فندق واحد دونك عندي البي اف نتاعي العام اللي بعده دونك تليت بالبي اف العام اللي بعده انت ذكرنا بالاختصاص نتاعك اخراج اخراج اسيستانا اخراج دونك تليت بالبي اف العام هذاك وجاي في رمضان او بلوس ومن بعد جوست في رمضان عملت ستاج نتاعي منه خدمه منه ستاج اسيستانا دونك خدمت اسيستون العام اللي بعده اللي هو فلوجه واحد قعدت ما توتولون داني قعدت نخدم اسيستانا مثلت في دي كل متراج صغار وبعد العام اللي بعده فلوجه واحد ما مشيتش دي كاستينغ ولا ما كلمونيش وكاو فلوجه اثنين دونك كنت مضيف طيران اي في دبي أي. بطلت ما عادش بطلت من 2018 من 2018 بطلت ماكش نادم لا لا ولا لا لانه قال انه مضيف طيران مثلا في دبي من مهن الاحلام عند الشباب اي صحيح ويخلصوا بكدا وعيشه باهيه ويسافروا وكل شيء ما لا لا ما ندمتش سي اون اكسبيريونس تجربه باهيه عديتها وكاو تعدي من بعد شو تقول للناس اللي يقولوا لا حقه شد صحيح في الخدمه هذيك وحقه بقى ويتبع في الفن والفن في تونس ما يدخلش فلوس وعنده خدمه مضمونه اكيد راه حتى اصحابك يحكي لك الكلام هذا واش كان اصحابي حتى العائله شويه معناتها شوف كلها تجارب الدنيا دونك ما نقعدش انا خامم في قبل وش ما صار قبل دونك ديما نجربوا ونعاودوا ونتيحوا ولا دنيا مركزين برشا معاك التوانسه لاحظت على وسائل التواصل الاجتماعي كيفاه؟ معناتها اي حاجه تهبطها ركز على قرايتك كانوا مستكثروا عليك شويه نتاع نجوميه ولا ما بتيت خاطرني كنت باك عم ليول اي كان نجحت في الباك نجحت الحمد لله اوروزمون نجحت الحمد لله كان ما نجحتش لا قدر الله نعاود تعاود لا قدر الله نعاود ما يصيرش معدلك قداش؟ 10.76 تحت كونترول بعد عاودت سيونس وطلعت بيه انت اختصاصك باك شنو هو؟ باك سيونس تحت بسبب التمثيل ووقتك لا ما نحبش نحطها في التمثيل لا مالها؟ ما نعرفش ما ظروف انت في العاده قرايه ولا متوسطه؟ لا متوسطه مانيش قرايه ومانيش قرايه متوسطه شخصيتك كبرت في المسلسل ولا عندك عكس وحدك؟ خفت انت تقرا ولا؟ اي
بوم خديت التكست خفت، قلت خاطر بليزيوغ ايموسيون اللي تعيش فيهم تسير، تضحك وفرحه وبكي و تلوج تخدي مخ تخدي مخ شويه مخ اي ما يخوف هذا ولا ليه؟ يخوف هاني قلت لك ويحملك مسؤوليه كبيره على خاطرك يلزمك تثبت لروحك انك ممثله انك تمثل Exactement. Maintenant, ma bien saison loula ou saison feignée. Saison loula, en coulo, était une expérience. Ma saison feignée, je te, n'as qu'il faut faire ça. Quel moment, je te souhaite voilà. Dour, anti chlat chlout. ما كنتش انت مرشح الاولاني للدور خلطت من بعد خلوت ما قلقكش انك تجي معوض للممثل الاخر ولا لا لا با دو تو لا بالعكس انا ريتها حاجه باء معناتها بوزيتيفمون ما عاونت باش ننجح البروجي بلوس كو عوضت ممثل معناتها عديت كاستينغ ولا لا لا كلمتني مروه زنادي نسلم عليها قبل بنها قالت لي غدا باش نمشي تشوف ساوسن مشينا دونك لوين هي شويش مشينا مشيت شفت ساوسن قالت لي غدا باش تبدا تمثل عطاتني كتاب هكا تحفون فيه سيكونس كبير و فوالا دونك ما كنتش حاضر جمله للدور ولا تعبت اكثر ولا تعبت الليكيب معاك؟ زوز زوز وين التعب بالنسبه ليك؟ ساعات واحد يتفرج يقول ما احلاها عيشه الممثل معناتها سهله لا ماهيش سهله جمله ماهيش سهله سورتو في الكونديسيون هذه في السيركونستانس اللي صارت تعب مش كان فيزيك بون اكثر مونتال كو فيزيك دنيا عاودت انت تصوير يعني عاودت 70% كي قال 60% من اللي صورته مرهق ولا احسن لا مرهق احسن اي احسن باش كي تشوف روحك تقول زعما هذيا نقصها هذيا نزيدها ترى هذيا تنعاود نعملها كيفها اما متعب شفتوه معايا تعبك؟ لا 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 الجمعة الأولى كانت صعيبة، الجمعة الأولى كانت صعيبة لي أنا والليكيب والدنيا و... من بعد بديت نستانس شويه دونك باش نعملوا توا اول فقره الاسئله السريعه حاضرين نور ودنيا في الاسئله السريعه نور ودنيا اكثر كلمه تحب تسمعها نبدا معاك دنيا راضي عليك نور صباح خير امي كي تقولي مثلي الاعلى في التمثيل في تونس دنيا ريم رياحي فتحي الهداوي أقرب شخص ليا من الممثلين في مسلسل فلوجة رنيم دنيا فريق الرياضي المفضل دنيا في تونس؟ اي ما عنديش في البرة؟ ريال مدريد في تونس الاسبرانس ما أنا نتفرج أكثر باسكيت باسكيت دونك مينيسوتا في أمريكا عيب مستحيل تقبله في الإنسان اللي ينجم يكون هرب نهارات صديق أو حبيب أو شريك في الحياة الكذب كيف كيف الكذب وضعيتي العاطفية حالياً سليباتير كيف كيف ما جاوش أنا عاملين اللي يخطبوا فيك مني مزب صغيرة قداش عمرك توا 21 21 ما فماش طلبات زواج ولا ليه جملة؟ طلب التعارف فما ولا ليه؟ نخليها في ليه؟ خليها به نور؟ ليه؟ ليه؟ فما حد نجمو نعرفوا عمرك قديش ولا ليه؟ ايه 36 مش سن النضج برشا يقولوا هو السن المثالي للزواج اي بون يقولوا يقولوا وشو اللي يخليك بعيد على علاقات؟ لا مش بعيد على علاقات ما لقيتش العبد المناسب في الوقت المناسب حلم حياتي هو نجاح فرح أمي كلمة أمي استعملتها مرتين اي خاطر ديما ما استعملتش كلمة بابا بيان سور هما لي بارون مي خاطر ولد أمك أكثر بابا اي ولد أمي أكثر أي. ربي فضلهم لك الزوج باش ما يتغشش الولد من جهة التحية بيان سور اي بابا هل عشت قصة حب من طرف واحد دنيا بيان سور وانا صغيرة ما انت في المكتب نور لا جو بونس با لا تجيب حذايا باش نسالكم على المسلسل ونقارن الشخصيات نتاعكم مع شخصيات المسلسل بل كل شيء اصعب سيكونس صورتها دنيانية
الحركة. الحركة؟ كيف كيف؟ الحركة هي أصعب حاجة صبرتها؟ الحركة. وعلاش قلتوا هذه أصعب حاجة؟ والله بوغ إتخ كلير ديجا تصورت على 3 أيام. 3 أيام وأنتم تصوروا في عركة؟ أي مش 3 أيام معناتها 12 ساعة في 3 أيام، أما كل مرة ناخذوا حاجة. كل مرة ناخذوا حاجة. هي الحقيقة المشكلة الأكثرية مني أنا. خاطر نهارتها ما كنتش حاضر رملة. وقعدنا نعاود كنت اوت انا اوت دونك قلقت روحي وقلقت ليكيب ودنيا دونك ذيك علاش قعدنا نعاودوا فيها برشا مرات. دنيا اذا يبدا الممثل اللي بحذاك واللي مقابلك يقول لك انا عطلت 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 استقبل كل شيء، هذه صراحه كبيره، فما برشا ممثلين يعطلوا ما يقولوش. ها لا لا لا. ياثر عليك من داخل ولا لا؟ الحقيقة اثر عليا مره بركة، اما من بعد أثر علي على خطر الوقت حصرنا و أمام لي بالعكس نهزوا بعضنا ونطيحوا بعضنا و... أحسن حاجة صورتها في فلوجة سنية أحسن حاجة شفتها معناتها كنت موجودة فيها ما صورتهاش هي الشطحة متاع فلسطين في السهرية. تمنيت نصورها معهم. تمنيت تصورها معهم. دونك أنت اليوم جبت الوحدة فلسطين. نور أحسن حاجة تاع لبلبي ديجون عملنا فيها جو خاطر قعدنا نعاودوا لبلبي سخون يحرق فينا. باش نعمل لكم انترفيو انت كيما وقولوا لي انتم كيما الشخصيات اللي مثلتوها ولا لا. بالنسبه للدنيا انت كيما تيسير عمرك ما تسامح انسان اذاك ووجعك وجيعه كبيره حتى لو طلب منك السماح؟ ليه نسامح؟ نسامح، اما نسامح من بعد كل حد على روحه، مش نسامح معناتها باش نرجع مع اصحاب ولا نرجع نحكي معاه. تيسير سامحته هذه ولا لا؟ تخيل كل ما تجي تحب تسامحه وهو يحب يصلح ما يفسدها، دونك تزيد عليه كيما فسدت المطبقه كيما وقتها في العركه زيد ما تجيبش يسأل على امي كي راه هو زيد هردها الحكايه، دونك كل ما يزيد هكا يحب يصلح يزيد هردها. يلوموا عليك القسوه ناس معليش مسكين تعم فيها كيك حب ينتحر درا شنو. انت في الدنيا تسامح؟ نسامح، ما هاني قلت لك نسامح وكل حد على روحه. نور كيما مروان في مسلسل فلوجه عادي تعطي العامله تخدم معاك 40 مليون؟ بيان سور. قلبك كبير للدرجه هذه؟ لا ايش بونس نعم. حسب رايك هو يخمم في حاجه وقتها ولا لا؟ بمنطق ما فماش قطوس استاد الربي؟ لا لا ايش بونس با لا، كان معناتها حب يعاون، هو معناتها شخصيه يحب يعاون العباد، قلبه طيب و جو بونس با كان في مخه اي حاجه ما نعرفش. ال 40 مليون عملوا حس كبير على السوشيال ميديا، برشا تعليقات يا سي مروان نستحقوك في حياتنا. نستحقوك في حياتنا. فماش 40 مليون ولا يقولوا لك فماش 40 مليون؟ والله يقولوا الايامات الاولى بلوتو معناتها وقت اللي تعدت سيكونس هذيك. دنيا عادي تقبل انت 40 مليون عند انسان علاقتك بيه علاقه مهنيه ولا سطحيه؟ والله فيا انا متخيلش روحي، ما في امي نتخيل روحي نقبل، اما بدون مقابل. رغم اللي تعرف انه حتى حد ما ينجم يعطيك 40 مليون بدون مقابل. وي. للاسف معناتها او قله من الاشخاص اللي نجم يتصرفوا كما تصرف مروان. انت كما تيسير في مسلسل فلوجه عادي تخرج مع عارفك تتعدى معاه للدار تتعشى معاه يوصلك للدار؟ والله فما معروفات توا يبداو فرد عمر هما واللي يخدموا معاهم يبداو فرد بروجي. اما احكي لي على الدنيا. ما نعرفش والله ما نعرف. بتيت من غولاسيون اميكال معناتها هكا صحيبات معناتها مع بعضنا تنجم بوركوا با. تنجم تتعشى معاه تمشي معاه للدار؟ نمشي معاه للدار نو، اما نتعشي معناتها ما يسالوش. بعد جاني خطيبته. برشا سبوك شبيك ماشي معاه للدار؟ تفك في رجيل و كيفاش تتعامل معاهم؟ والله لازم تقبل كما قلت معناتها انت شفت حطيت قدام التلفزه لازمك تقبل به والخايب معناتها تنجم تعمل حتى شيء، تنجم جوست تقبل تقرا وتقبل. وقالوا لك انك تحب تفك الراجل من خطيبته. لو كنت في بلاست خطيبته تتصرف نفس التصرف ولا ليه؟ يدخل لا. عليك بطفله جديده للدار؟ الكلام كان ياسر ياسر يوجع، ما تخيلش روحي هكاك الحقيقه. نور كيما مروان في مسلسل فلوجه، هل تنجم تحب طفله تقرا في ليسي وتبطل من خطيبتك على خطرها؟ في ليسي لا، جو بونس با.
بعد بون العمر بون هو عمرها 19 عام في 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 المسلسل تيسير اما هو بون عمره 27 لا لا انا تو في عمري نور لا ليسي لا بتنجمش تحب واحده تقرا في الباك ليه ما تفاسوا ما نتقابلوش معناتها ما مانيش باش نمشي لل لليسي تنجم تقابل واحده تقرا في الباك في تورناج سا ديبون في تورناج وي با سا ديبون بعد ما عنديش ما تفهمش الفارق نتاع العمر انا ما يقلقنيش شخصيا بعد نجم يقلق العبد هذاك ولا دونك ما انت ما تنجمش دنيا تكون فتاة احلامك نجم تكون علاش دنيا نوري نجم يكون فتاة احلامك علاش الحراش؟ ينجم يكون ولا معناتها فتاة أحلامي فتاة أحلامك معناتها إنسان تنجم عادي ترتبط به أكبر منك في العمر الحقيقة أنا العمر يقلقني شوية واضح حدك حد سامحني نور دائما حدك حد هادي ولا هادي أكبر شوية ولا هادي كبير ما أكبر شوية من هيدي بتاعي أكبر شوية من هيدي أنت كما تيسير في مسلسل فلوجة إذا أجبرتك الظروف عادي أنك تخدم منظفة وإلا تخدم تبيع فريكاسي ولا مهن اللي هي معناتها بسيطة وتتطلب أنك تهبط للشارع وفيهم برشا تعب ومجهود مادام فيهم فلوس نجم مادام أنا مستحقة فلوس نسيش خدمة النهار ما فيها عار عمناول قلت لي جملة زدا كيف كيف عرفتك شو باش تقولي عرفت الجمله اللي قلتها نتاع كيفاش جي في لي فور قلت عملت فور باش تمثل دور بيان سور راهو لونفيرونمون بذيك معناتها ما نقصدش عملت فور باش نمثل دوله فقيره ديجا غيان كو توقف قدام الكاميرا ديجا سي ان ايفور معناتها تعملو كو سو سوا مثل تيسير ولا امل ولا رحمه ولا بيان سور معناتها تو دوا فير لي فور باش تمثل خلينا نقولوا انه الطفله هذيك ما تشبهلكش ما عندك عليها حتى قرابه ولا عشت الظروف هذيك ولا بتعرفش الحمد لله دونك انت اللي عملت كل مجهودك انت باش نجم تتحول للتيسير ولا ليه ما نقولوش مجهود في التمثيل اي اما مجهود في باش نتحط في الظروف هذيك معناتها الحمد لله يا ربي معناتها ما ينجم في نهار تعيشوا معناتها الظروف هذيك ما نسيتش عشت الحمد لله نور كما مروان في مسلسل فلوجة تحب برشا الحيوانات وي ما ذيك علاش ما نجمش نربي حيوانات خاطر تلمون نربي عليهم كده كان عندي كلب قبل وقطوس اما تلموت بعد مشي وتلموت تربي عليهم كبده كانوا عابد مشي عليك دونك هذاك علاش ما نجمش نربي حيوانات اما نحب برشا حيوانات به نور ودنيا مش عامل معاكم لعبه صحيح ولا غلط هل صار عليكم ولا لا غنيت كاراوكي صوتك باهي؟ لا هو صوته باهي لا صوتك باهي نور؟ لا مش باهي صار عليكم ولا ما صارش؟ ضعت في بلاد مش بلادك؟ عمرك ما ضعت؟ الحمد لله لأنك عمرك ما خرجت من بلادك؟ سي خرجت ما ديما لاصقة في بابا وماما دونك وين ضعت؟ والله في برشا بلدان فيك كنت سافر دونك في بالي ضعت بالنسبة ضعت برشا مرات في بالي ما ذي بلاد من بلدان يعني ضعت كملت مسلسل في ليله واحده عملتها ولا سيزون سيزون اي شنو اللي كملتها في ليله بريزن بريك شنوبيل ما شنو مشيت في موعد باش تقابل انسان تعرفت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي ياسير نور ياسير اخي توا كل العالم كل ايش بالريزو سوشيال فما فرق ما بين كيفاش لقيته في مواقع التواصل الاجتماعي اي فما فرق يحيى الفوتوشوب ولا الذكاء الاصطناعي صحيح اي فوتوشوب وكيفاش سلكتها؟ ما نقولكش خير لا لا ما زربت في الديت زربت هكا بعد عندي ما نعمل صار عليك ولا لا سرقت فلوس الواحد من عائلتك به اغزر شعمل سي نورمال كنت صغيره ما خيتش مستوش بفلوس مستوش امك ولا ابوك ما الحقيقه مش حتى دينار نشاور علي انا خديت نور قديش وصلت حكايه فارغه صرف هكا وانا صغير حتى توا بون ساعات راهو نهز صرف من عندهم يا كي صار ولا ليه؟
ضربت مرة واحد وندمت ساري. أما وأنا صغير زيدا ما في الليسي ما فهمت وي. صار ولا لا دلست نوتات قعدت نلوش الحاجة اللي في خايبة اللي تنجم تكون عملتها في حياتك. دلست نوتات دلستها؟ أي نعم. ستة تردها ثمانية؟ لا ظهر لي وقتها لا زدت مرة عشرة كاغي ماما خمسة رديت 15. واو. أما في تربية مدنية ولا حاجة هكا معناها يا تاريخ وجغرافيا يا. والدار قبله؟ محل بوش. ما عديتها سلكت أنا تو باش محل بوش. يعطيكم الصحة. ميرسي. التمثيل بالنسبة لكم شنو يمثل لكم؟ أون باسيون. لحد الآن موهبة. ما تخرجش للشارع تقول أنا ممثلة. مازلت ما عندكش الجرأة هذيك، حسب رأيك وقتاش توصل هالمرحلة هذي؟ مع مينيمم لازمك تكون عامل يا زوز مسلسلات يا مسلسل وفيلم. عاملة زوز مسلسلات. تسمى مسلسل واحد أما سيزون 1 سيزون 2. كيف كيف؟ بقى زوز مسلسلات. لا نحكي على اسم أنا، ينجم يكون مسلسل في 4 سيزون باغ إكزومبل. أنت نحب ديجا نحب ندخل هكا نكتشف ال. معناتها تحب شخصية أخرى عالم آخر مختلف. نور. باسيون هاي. باسيون تو ما لا ما نقولش لي انا ممثل نجم نقول عليك مخرج اكثر اي ممكن اي مخرج اكثر من معناتها نشوف روحي اكثر مخرج كممثل نحب نكمل معاكم بسؤال تمثيل شنو اخذ منكم وشنو اعطاكم اكثر حاجه اعطاها لك واكثر حاجه اخذها منك نور اكثر حاجه اعطاها لي اللي في الدومين اللي نحب نعمله جسبير في الاخراج دونك تشوف عين الممثل شنو يتطلب وشنو كيفاش يتعامل مع المخرج وكيفاش يتعامل مع النص وكيفاش دونك قاعد تتكون كمخرج وانت تمثل اكزاكتومون وشو اخذها منك اكثر حاجه اخذها منك تعب مونتال بالحق سيكولوجيك تعب حطينا وقت خذي مني وشويه مونتال وعطاني ثقة في النفس. وليت أكثر ثقة في النفس بفضل التمثيل. وعطاك شهرة ولا لا؟ وي وي. والشهرة هذه كيفاش تعمل معها؟ تمشي أنا اللي شفتوني في المسلسل؟ لا با دو تو. لا نسمي الشهرة هذي. الدار فخورين بيك. الحمد لله. فرحانين بيك. الحمد لله. تشوف روحك في التلفزة تفرح. في الشارع يعرفوك، يتصوروا معاك. هذوما حاجات اللي يفرحوك ولا يقلقوك؟ اي فرحوني بالعكس فرحوك دونك هذيك الحاجات الباهية نتاع نتاع التمثيل. باهي نحب نشكركم عايشة نور خلي كلمة الختام. نحب نسلم على ليكيب الكل تاع فلوجة ونسلم على أمي بابا وكاو. ميرسي بور لانفيتاسيون. يعيشك. سلم على بابا وماما برشا وخويا ليكيب الكل سندس عبد الرحمن سوسن جمني مروة زنيدي ميرسي بوكو ليكيب الكل زيدا واحد واحد جنود الخفاء ذوكم دونك كان مش منهم هما وبيهم هما رانا ما نوصلوش لهوني كاو نشكركم برشا جست حاجه بركه ميرسي ايمان على شعري ميرسي خليل على المكياج وميرسي غاده على الكتيبه هذيك عجبتني برشا هذه خلينا نشوفوها دونك هنا جوست هذه شنو تعمل خصيصا ليك انت وي اون بو دير جوست هي عبايه ولا كيمونو فوالا فلسطين حره فلسطين حره ما ننساوش ديما القضيه الفلسطينيه نور ميرسي يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ميرسي عايشه بالنجاح والتوفيق يعطيكم الصحه ميرسي عايشه ميرسي بوكو كرهبتنا واليس وولف كرهبة تمشي كرهبة تجي وعندنا كرهبة مزيانة قمقمة سومها 118 مليون و800 الكرهبة هذه تنجم تكون من نصيبك سهل برشا خذ تليفونك اكتب حرف A وابعثه على الرقم 85811 A على الرقم 85811 حظ سعيد للجميع نستقبل بحب كبير الخبير زكريا بن جيزة أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا هادي لو كنت تقدم لنا الكرهبة هذه واليس تقترح علينا الولف شنو اللي يميزها الولف الولف فات واليس الفكرة متاعهم أنهم يقدموا كهرباء عائلية كبيرة 4 متر و70 دونك 7 بلايس
للعائلة التونسية، خاطر ديما وليس الفكرة نتاعو شنو هو؟ أنه يعمل كهرباء موجهة للسوق التونسية، ويقرأ معناها بالضبط التونسي شنو يحب والعائلة التونسية شنو تحب. في الأخير بكل هي ماركة تونسية وحبت تجيب لهم أن موديل أوريونتي. الكهرباء هذه هي كهرباء نتاع عائلة تونسية للطقس التونسي، للكياسات التونسة خاصة، للعائلة التونسية، للحاجيات التونسية. بالضبط، سبعة بلايس. سبعة بلايس، ما نعرفش إذا كان نقارنوها الكهرباء هذه بالكهرباء اللي قدمتهم قبل وليس، هي نتصور الأكثر عصرية. مرضية عملت فحجة القدام، اللي هي كانت قدمت سيارات معناها نوعا ما اقتصادية، حاولت باش تمس شرائح اللي هي بسيطة في المجتمع باش الناس تخدم، عملت برشا كراب باكية سهلين في الميكانيك كل شيء. مرة هذه مشينا باش نقدموا في وليس كهرباء اللي هي معناها متطورة تكنولوجيا، وحتى ونيفو ديزاين نشوفوا آخر تكنولوجيات، معناها بارتناريا كبير برشا هنا اللي تخدمت به الكهرباء، معناها عطانا تكنولوجيا، عطانا سلامة، عطانا برشا حاجات متطورين معناها. دونك نحكيو لهنا على كهرباء تونسية بأيدي تونسية بكفاءة تونسية. بالضبط، في نسبة انتجراسيون تتسمى تقريبا 40% من مكوناتها مخدومين في تونس، وقتها تولي اسمها تونسية. واضح. دونك نذكر انه الكهرباء هذه تنجم تكون من نصيبك، خذ تليفونك اكتب حرف ا على الرقم 85 811 85 811. حص سعيد للجميع.